مزيد من الأخبار من الداخل السوري عبر الهاتف أيضا من العاصمة السورية دمشق. انضم إلينا السيد خليل محمود الإعلامي السوري. أهلا بك سيد خليل. تحية لك وللمشاهدين قناتكم. يعني بداية نذهب مباشرة إلى تطورات الأوضاع في الغوطة، بل سأبدأ معك الأول من عفرين، حيث ما علمناه أن قوات الحرس الجمهوري دخلت اليوم إلى عفرين، ووسط تقدم أيضا في المقابل من القوات التركية وإعلان عن سيطرة على ما يقرب من 60% من عفرين، هل تعتقد أنه ربما تحدث مواجهة مباشرة ما بين قوات الحرس الجمهوري أيضا والقوات التركية والموالين لها من الفصائل السورية؟ حتى هذه اللحظة تستمر وحدات حماية الشعب الدفاع عن مدينة عفرين المعارك على مختلف الجبهات، وهناك مقاومة شعبية كبيرة للدفاع عن مدينة عفرين من المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا، وقوات النظام التركي ترتكب مجازر بالحق الأهالي المدنيين في القرى القريبة من الحدود مع حدود تركيا، ولكن لا صحة المعلومات تقول أن قوات المعارضة السورية أو المجموعات الإرهابية وقوات نظام أردوغان وهي ليست قريبة من مركز مدينة عفرين، العفرين يدافعون عن هذه المدينة، وهناك دعم مباشر من الجيش العربي السوري للدفاع عن هذه المدينة، لأن هذه المدينة هي مدينة سورية. نعم. سوريا لن تسمح بسقوط هذه المدينة بيد مجموعة إرهابية تكفيرية. نعم. لكنه أيضا النظام التركي ربما أشار في تصريحات على لسان رجب طيب أردوغان أن ربما تكون عفرين هي البداية، وأن الغرض هو إنشاء حزام أيضا لتطهير المنطقة من قوات وحدات حماية الشعب، فكيف تنظر أيضا إلى هذه التصريحات؟ لأي حق يقول أردوغان يشرع له أن يعطي جهلته احتلال الأراضي السورية؟ أردوغان هو سبب كل المشاكل في المنطقة، لأنه يدعم مجموعات إرهابية وهو من صنع الإرهاب في هذه المنطقة، يريد استهداف واحتلال أراضي السورية. القانون الدولي، أين المجتمع الدولي؟ أين المنظمات الدولية عندما يتحدث أردوغان بهذه اللهجة؟ أنا أراضي سوريا هي أراضي له، لا يحق لأردوغان وللقوات أن يدخل إلى أراضي سوريا، هذه الأراضي هي أراضي الشعب السوري، وهم دخلوا إلى القرى ودمروا الممتلكات وسرقوا الممتلكات المواطنين، عندما يقول أردوغان يلجأ إلى الناتو، فهذا يدل على أنه يشعر بضعف كبير، لذلك يلجأ إلى الناتو. وهنا تنكشف الحقيقة أن هذه الدول العربية تدعي الديمقراطية وحقوق، ولكنها تجعل على مأساة أهل عفرين، على تروح مجازر تسكن من قبل هذه المجاميع الإرهابية، ولكن لا يوجد موقف دولي، وعلى الأغلب أن هذه الدول أعطت ضوء الأخضر لأردوغان ليرتكب المجازر، لكن أهل عفرين سيحولون عفرين إلى مقبرة لأردوغان عندما تدخل قوات أردوغان أو تقترب من هذه المدينة. نعم. لكنه بالحديث عن ايضا المجازر والوضع الانساني هناك، ربما هناك اتهامات لقوات النظام باستخدام الفوسفور والنابالم في قصف الغوطه، وفي يوم 10 من مارس كان هناك اكثر من 80 غاره على دوما وحارستا، كيف ترد على ذلك؟ ايضا خلفت ما يقرب تقريبا من اكثر من 40 قتيلا. نحن في اتهامنا كل ما يجري، هذه المسرحيه الكيماوي تلجا اليها المجموعات الارهابيه وتلجا اليها الغربيه لتوجيه اتهامات للجيش العربي السوري الذي يتقدم على مختلف الجبهات، هدف الجيش العربي السوري هو تضارع على الارهاب في هذه المناطق في جميع المناطق السوريه، الجيش العربي السوري لا يستخدم الكيماوي اطلاقا، تخلصت من الكيماوي منذ سنتين او اكثر، وباعتراف منظمه الحرب الاسلحه الكيماويه عندما تقول هذه المجموعات الارهابيه وتزعم ان الجيش العربي السوري استخدم النابالم او فوسفور في اربين أو زمالكا أو دوما أو في مناطق أخرى من غوطة، فهذه المسرحية تأتي قبل يومين أو يوم من اجتماع منظمة الحظر الأسلحة الكيماوية لتوجيه اتهامات للجيش العربي السوري. سوريا لا حريصة على حياة مواطنيها كل الحرص، بدليل أن الجيش العربي السوري قام بإخراج العديد من الأهالي المدنيين من قلب الغوطة الذين كانوا يعيشون تحت في براثن الإرهابيين وكانوا تحت الجحيم الإرهابي. الحكومة السورية ختمت كل الرعاية والدعم للأهالي الذين تم إخراجهم من الغوطة، ولذلك كل هذه المزاعم هي غير حقيقية، توجيه اتهامات لسوريا والنيل من صمود السوريين بوجه الإرهاب، جميع السوريين يرفضون الإرهاب، وسوريا وعندما يتحدثون عن الاستخدام الكيماوي ممكن أن يكون
المجموعات لديها الكيماوي، لان جميع المناطق منظمه الحظر الاسلحه تعرف ان جميع المناطق السورية خاليه من الاسلحه الكيماويه ما عدا المناطق التي تقع تحت سيطره الارهابيين. هؤلاء قد يكون لديهم هذه الاسلحه الخطيره من فوسفور ونابالم، ومن المحتمل ان تكون هذه المجموعات تستخدم الكيماوي. وامس كانت هناك مجموعات ارهابيه لدينا معلومات انها تجمعت بين الزمالك واردين بهدف استخدام الكيماوي ضد المدنيين وتوجيه الاتهامات للجيش السوري. يعني بالدليل القاطع يتضح لنا ان المجموعات الارهابيه هي التي تستخدم الكيماوي ضد السوريين، ضد الاهالي الذين يتم اتخاذهم دروع بشريه، ولكن الغرب يتاجر بدمائنا نحن السوريين. ولذلك نحن نطلب من المجتمع الدولي ان يساعدنا في القضاء على هذه الآفة الإرهابية التي تضرب المنطقة من مصر وسوريا والعراق، هذه الآفة التي تحاول تشويه الحقيقة وتحاول هدم حضارة عمرها سنوات وآلاف السنوات. نعم، ولكن ربما يكون هذا الموضوع في طريقه للتصعيد أيضا بعد تصريحات لوزير أيضا الأمريكي ماتس، والذي أشار فيها أنه من الحماقة أن تستخدم قوات النظام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، وأن هذا مسار تحقيق وربما يكون هناك تدخل غربي في ذلك الصدد. نحن في سوريا مستعدون لأي تحقيق، لأن هدفنا هو الوصول للحقيقة. نحن كشعب سوري حريصون على معرفة الحقيقة، من يستعمل الكيماوي. طالما أن منظمة الحظر الأسلحة الكيماوية تقول وتكرر هذه الرواية أن سوريا كدولة كحكومة تخلصت الأسلحة الكيماوية التي كانت بحوزتها، ولذلك من على اي اساس يتم توجيه اتهامات الجيش العربي السوري بانه استخدم الكيماوي في الوطن؟ حتى هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحه، لان منظمه الحظر اكدت ان سوريا تخلصت من الاسلحه التي كانت بحوزتها. نعم. فاذا كانت هناك نوايا امريكيه في سوريا فهم يستخدمونها. يعني لم تصل الى بالتهديد، حتى نكون دقيقين، لم تصل الى التهديد بالرد، لكنه اشار بشكل مباشر الى غاره أمريكية كانت في أيضا عام 2017 على قاعدة أيضا جوية سورية بعد مزاعم عن الهجوم بغاز السارين أيضا. على أي حال أنا بشكرك شكرا جزيلا الإعلامي السوري خليل محمود، كنت معنا من دمشق، وأعود مرة أخرى